ويقول قائل: ويمكن أن يقع بين الرجل وامرأته مراجعة؟ يعني أنت إمبراطور مثلا، دكتاتور، لا تعلم أن كل حاكم جبار على مدار التاريخ لم يذله ويمرغ أنفه في التراب سوى امرأة يجترئ على الدماء، ربما قتل مئات الألوف وتلعب به المرأة. هل تذكر ما وقع من هيرود عندما أراد من يحيى فتوى في أن يتزوج ابنة أخيه أو ما أشبه من محارمه، فأبى يحيى عليه السلام، فاحتالت أمها، والبنت كان يقال لها سالومي واسمها مشهور، وكانت تجيد الرقص والغناء، وقد تام بها هذا الملك الجبار حبا وعشقا، فاحتالت أمها، وفي مجلس تدار فيه كؤوس الخمر ما زال يغرى بالشرب، وترقص سالومي تحت ناظريه حتى ثمل، فقال لها في لحظة تجل خمرية: تمني علي. فقالت: ومهما قلت من شيء تحققه؟ قال: نعم. قالت: رأس يحيى على صحفة من ذهب، فأمر بقتله. وكانت المرأة قد أعدت سيافين حتى يتم الأمر قبل أن يفيق، لأنه ربما راجع أو روجع، ولكن أمر الملك فذهب من أتى برأس يحيى على صحفة من ذهب صلى الله عليه وسلم، وكان سببا لما وقع من خراب الهيكل وتدمير بني إسرائيل وإجلائهم.